آخر سؤال. كيف نرد على من استدل بفعل ابن عمر وأبي هريرة على الأخذ من اللحية مما زاد عن قبضه؟ نعم نعم. متى أخذوها؟ نعم أخذها ابن عمر متى؟ ما ثبت عن فعل ابن عمر ممكن يأخذ من اللحية. متى أخذ؟ طيب، الذين استدلوا بفعل ابن عمر مع الأسف توسع وقال خذ في غير في الحج وغيره، والاستدلال يجب أن يكون مطابقا للدليل. من بقيته تثبت هذا عن ومصنف شيبة ما أكثر الضعيف فيه. ولنتنزل معك إلى أبعد الحدود، نقول صح عن ابن عمر أنه يأخذ من لحيته في الحج وغير الحج، وعن أبي هريرة وعن فلان وفلان من الصحابة، فعندنا قول إمامه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعفوا اللحى. وهل قال ولكم أن تأخذوا ما زاد على القبضة؟ نعم. طيب، بما لا تحج ربك يوم القيامة؟ والله يقول وأيما ناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. بماذا تقول؟ تقول والله أنا سمعت أن ابن عمر أو أبا هريرة وغيره من الصحابة فعل هذا. ما تستطيع، عرفت؟ فمثل هذه المسائل إذا جاء فيها نص لا تسألها. ابن عباس رضي الله عنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر عمر. وأين ابن عمر من عمر؟ وأين أبو هريرة من أبي بكر؟ ومع ذلك أنكر ابن عباس على من يعارض قول الرسول وقول قول الله وقول رسوله بقول هذين الإمامين اللذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيهما اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال أن يطيعوا أبي بكر وعمر يرشدوا. أفهمت؟ خذ هذه قاعدة عندك، لا تعارض قول الرسول بقول أحد ولا بفعل أحد. لكن